نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق الرابع لهذا الموسم الذي يقيم على كؤوس شركة هاوس مي وكأس المرحوم سيد شرف العلوي. نعم، جاء ذلك بحضور عدد من أصحاب السمو ممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل، وذلك على مدمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم السيد محمد الغناء رئيس مجلس إدارة شركة هاوس مي كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، وكأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم، فيما قدم السيد جعفر العريبي الرئيس التنفيذي لشركة هاوس مي كأس الشوط الثالث إلى الفارس الفائز كوميل الملاح، وكأس الشوط الرابع إلى عبد الله فوزي ناس. ثم قام السيد عمار البوسطة رئيس مجلس إدارة شركة هاوس مي بروكر بتقديم كأس الشوط الخامس إلى الفائز أو الفارس الفائز إدلينسون رودجرز، وقدم كأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، كما قدم الممثل الكويتي محمود بوشهري كأس الشوط السادس إلى حسين إبراهيم العفو، فيما قام السيد وجد المدني بتقديم كأس المرحوم سيد شرف العلوي إلى الفارس الفائز بول هانجان، وقد اشتمل السباق على ثمانية أشواط.